يغتالون باسم الإسلام. هتفكر مصر تكفر المذاهب الأخرى. هيكون فيه دماء، هيكون فيه سيارات مدققة. هم داخلين في عناد مع الناس ومع التاريخ ومع الحقيقة. الحقد يملأ قلوبهم. هذا ما يفعله الإخوان المجرمون. ولذلك تساءل أين الله في أفعاله؟ أهلا بكم. شخصية جديدة من شخصيات سلسلة أهل الشر، وهذه الشخصية متفردة، ربما لا يشترك معه إلا شخصية قديمة في تنظيم الإخوان، هو اللواء صلاح شادي. صلاح شادي كان من خريجي كلية البوليس، وصل لدرجة لواء وتم استقطابه داخل جماعة الإخوان ودخل التنظيم الخاص ورأس مجموعة الوحدات اللي بتهدف وتستهدف استهداف رجال البوليس وجذبهم إلى تنظيم الإخوان المسلمين. شخصية النهاردة شخصية على الطرف الآخر من النهر، عسكري، يعني ده كان بوليس صلاح شادي، وشخصية النهاردة ابن المؤسسة العسكرية. لكن أي مؤسسة سواء عسكرية أو مدنية أو قضاء أو غيره، جزء من المجتمع بها إفرازات، هذه الإفرازات دائما ما يتم التطهر وتطهير هذه الزوائد أو هذه الإفرازات الصديدية. شخصية النهاردة إفراز صليدي حقيقي للمؤسسة العسكرية. ولد عام 47 والتحق بالكلية الحربية 65، اتخرج 67، دفعة 51. النهاردة شخصيتي عماد عبود الزمر. أعتقد أنه كلمة عبود الزمر أصبحت علامة دموية موجودة في سوق الدم. كلمة عبود الزمر هي سلوجان أكتر منها اسم. عماد، أتصور أنه عبود الزمر خلال مسيرته من ولادته في 47 وحتى هذه اللحظة لم يتراجع قط عن فكرة أو عن مبدأ كان دائما مبدأه صدامي، مبدأه دموي، منذ أن خرج من مدرسة العسكرية بتلاعب في رأسه من ابن عمه طارق الزمر، وحتى هذه اللحظة ما زال هذا الشخص لم يأخذ جزاؤه وجزاء ما اقترفت يداه من تخطيط لقتل من والنجاح في قتل من؟ الرئيس أنور سادات. أعتقد أنه أنت هتبقى سعيد وأنت بتعبر عن واحد موجود ومش خايف أن الناس بتطولك بعد كده زي يعني، فهتركك لرشتك وأنا هواصل بيه العبارات والمفردات الواقعية اللي عندي. عبود الزمر زي ما قلت اتولد في قرية اسمها نهية في محافظة الجيزة سنة 47، دخل الكلية الحربية 65، في نفس التوقيت اللي كان فيه ضبط تنظيم 65 بتاع سيد قطب. يعني اتخرج من الكلية الحربية في نفس العام اللي تم ضبط تنظيم 65، تنظيم سيد قطب وزينب الغزالي وحميدة قطب وعلى عشماوي، اللي انتهى بإعدام مجموعة من الإخوان والحكم بالمؤبد على الباقين، اللي الإخوان بيتباكوا اليوم بيقولوا عبد الناصر ونظام عبد الناصر، والناس قاعدين في السجن 20 سنة، لكن الإخوان ما بيقولوش للأجيال الحالية هم دخلوا السجن ليه؟ ليه دخلوا السجن وخدوا 20 سنة؟ اللي خدوا 20 سنة زي مهدي عاكف وزي عشماوي وزي غيره خدوا 20 سنة لأنهم ما خدوش إعدام. اللي خدوا إعدام سيد قطب وغيره لأنهم كانوا في خطة لإغراق مصر من خلال ضرب قناطر القناطر الخيرية، من خلال تدمير التلفزيون مبنى الإذاعة، من خلال قتل الرئيس جمال عبد الناصر في حارس المنشية ومحاولة إحياء التنظيم. إذن الناس ما بتحكيش ليه تم سجن هؤلاء. بيعود الزمن لسنة 65 اللي بيتخرج فيها شخصية اليوم من أهل الشر عبود الزمر، وبرضو للمصادفة التاريخية بيتخرج سنة 67 سنة النكسة وبيمثل الدفعة 51 من الكلية الحربية. سنة 79 بدأ، يعني هو تخرج 67، بعد 12 سنة تقريبا بدأ
ينغمس في التيار الإسلامي مدفوعا باستماعه ومتابعته لخطب عبد الحميد كشك عبر شرائط الكاسيت. أنا بس عايز أوضح إنه شرائط الكاسيت والمواد الموجودة ومنتشرة واللي على اليوتيوب واللي على السوشيال ميديا واللي موجودة في على الإنترنت فخاخ منصوبة لعقول طاهرة وعقول ربما تكون خضراء وغضة وبكر، هؤلاء بيلوثوها بأي شيء. المدخل باسم الدين، بسم الله، الله أكبر، ثم تنتهي بالتكفير والقتل والتشريد كما رأينا في كل قصص الإخوان. سنة 79 بدأ ينغمس شرائط عبد الحميد كشك وإبراهيم عزت. إبراهيم عزت في هذا التوقيت كان ماسك زعيم التبليغ والدعوة اللي بيروحوا الناس إلى الناس المستهدفين أماكنهم على المقاهي وفي المساجد وفي الساحات وساحات الذكر وخلافه. كان إبراهيم عزت والشيخ كشك الاثنين هم السبب اللي استمالوا عقل وقلب عبود الزمر. لكن طارق ابن عمه، طارق الزمر الهارب اللي موجود في تركيا الآن، طارق وعبود ولاد عم، وعبود واخد أخت طارق، يعني هم أصهار وأولاد عمومة. وبدأ عبود ينصاع لطارق وطارق يعبث في عقل عبود من خلال الحديث عن العقيدة، الفقه، السيرة. ده عادي جدا، أيوة كلنا بنقرأ هذا الكلام. لكنه طارق اقترع عليه نقرأ كتاب ابن تيمية، وهنا كان الفخ، لأنه طارق كان مدفوعا بأفكار أخرى وأراد يستهدف عبود، وعبود انصاع لطارق وقروا كتاب ابن تيمية. كلنا قرينا كتاب ابن تيمية، لكن كنا بنقرأ بشكل في عقل شغال. هم كملوا بعد ابن تيمية سيد قطب، معالم في الطريق، اللي كان اتحاكم وأعدم 65، تنظيم 65. كلنا قرينا كتاب معلم في الطريق، كل الناس قراته. لكن ايه اللي حصل؟ قرى كتاب الفريضة الغائبة لصالح سرية، وآمن به تحت ضغط من مين؟ من طارق ابن عمه. وقرى كتاب فتح يكن. هنا جماع، ادي كتاب الجهاد الفريضة الغائبة، اخطر كتاب انا اراه في تقديري، هو الاخطر بعد معالم على الطريق. هو استقى افكاره من معالم على الطريق، لكنه كان بيتكلم بشكل مباشر، فقرأوا وآمن به وصار خلفه وصار في منهاجه الكثير من الشباب المغرر بهم خلال الفترات. ده محمد عبد السلام فرج. محمد عبد السلام فرج ده اضحوكة زمانه وعجوبة زمانه في التكفير أيضا لا يقل عن سيد قطب. هؤلاء ربما لم يفصح التاريخ ويفتح التاريخ لهم صفحات، احنا بنحاول. فكرة الجهاد بزغت في عقل عبود الزمر من جماع قراءاته وكتاباته لابن تيمية، سيد قطب، فتح يكن، صالح سرية، وكتاب محمد عبد السلام فرج الفريضة الغائبة. هنا بدأ ينظر إلى الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية. ده شغال إيه؟ ضابط، شغال ضابط، لكنه استملوه فكرة الحسن البنا منذ البداية أن يكون هناك استهداف لمجموعة من ضباط البوليس، وجاب صلاح شادي، واستهداف لمجموعة من قوات الجيش، واستهدف أشخاص كثيرين، انتهت بعبود الزمر اللي استهدفه طارق الزمر الموجود في تركيا، اللي قبل ما يمشي قال سنسحقهم على الشعب المصري. كان عنده رغبة في هذا التوقيت في الاستقالة من الجيش. قال خلاص أنا راجل بتاع ربنا دلوقتي، وأنا راجل دلوقتي دخلت في سكة الدعوة والقراءة والجهاد، أستقيل. فأشاروا عليه الناصحين اخدم دينك من موقعك هنحتاجك. كلام بسيط جدا لكنه كان له مغزى، خليك في مكانك هنحتاجك. بالفعل دخل على الخط اثنين من اعتى عتات الارهاب والتكفير، عمر عبد الرحمن له من الله ما يستحق، وصلاح ابو اسماعيل له من الله ما يستحق هو وولده. الاثنين افتوا ب ضرورة الخروج على الحاكم اللي هو رئيس السادات، وتحويل الأفكار اللي بيؤمن بيها عبود الزمر وطارق الزمر إلى أرض الواقع. يعني عمر عبد الرحمن وصلاح أبو إسماعيل شافوا عبود الزمر وطارق الزمر والمجموعة بيتكلموا على التغيير والجهاد والدولة، قال لهم يلا غيروا الدولة بالخروج على الحاكم، يلا نحقق الدولة الإسلامية بأن احنا نقضي على الفساد الموجود. ورأس الفتنة ورأس الفساد في تقديره كان الرئيس السادات. وهنا وصل عبود إلى فكرة أن إزاحة السادات هي الحل،
وكانت اتفاقية كامب ديفيد وضرب ليبيا هو الطريق الممهد لعبود انه يقنع نفسه ويؤمن انه على صواب، انه رأس هذا الرجل هي بداية الصلاح والإصلاح. بعد عام من خلال اجتماع طارق الزمر المحرك الأساسي، مش عبود بالمناسبة، اجتمع لأول مرة طارق مع مين؟ مع صاحب الفريضة الغائبة محمد عبد السلام فرج. ده أول اجتماع، أرى الكتاب بتاعه مؤمن بيه، أرى ابن تيمية ما شافوش، أرى سيد قطب ما شافوش، أرى فتح يكن، أرى، لكنه هذه المرة طارق رتب موعد يجلس هو وعبود مع محمد عبد السلام فرج صاحب الفريضة الغائبة. حاول في هذه الجلسة إحياء روح الجهاد وفي عقول المسلمين، وبعدها التقى عبود وطارق بكرم زهدي اللي هو أمير الجماعة الإسلامية، بدأوا في إعداد تنظيم سري كان القائد العسكري ليه اللي عينوه اللي اختاروه هو عبود الزمر. يبقى لقاءاته عن طريق طارق مع محمد عبد السلام فرج مؤلف الفريضة الغائبة ومع كرم زهدي جعل ان هم ينشئوا تنظيم سري ويكون عبود الزمر هو قائد الجناح العسكري او القائد العسكري اللي هيزلزل الارض من تحت اقدام رئيس الدولة المستهدف انور السادات. استاذ الدراسات العسكرية بهلول نسيم في كتابه التطرف الديني قال ان عبود بدأ في وضع خطة التنظيم في فبراير 81، عمله تنظيم سري، تنظيم يستهدف السادات، بدأ يحط الخطة عبود في فبراير سنة 81، وكانت تقضي إعداد مجموعة من الأفراد المسلحين المدنيين وتدريبهم تدريب عسكري على مستوى عالي مع إعداد السلاح اللازم الذي يمكنهم من تنفيذ عمليات إحكام على بعض الأهداف الرئيسية والقيام ببعض الاغتيالات أملاً في تفجير ثورة شعبية. اعتمدت الخطة على إعداد قوات مدنية شبه عسكرية تغتال شخصيات النظام البارزة، الرئيس، كبار الوزراء ورئيس الوزراء ونائب الرئيس، تستطيع وتسيطر على الأهداف الحيوية بالدولة زي غرفة عمليات وزارة الدفاع وزارة الداخلية في تحرك اعتبره اجتهاد ثوري يمزج بين الانقلاب شبه العسكري والثورة الشعبية. ده خطة انه الراجل عسكري فيبقى ثورة شبه عسكرية شبه مدنية، يجيب مدنيين يلبسهم عسكري ويدربهم، تبدأ الخطة زي ما قال عبود وزي ما قال الأستاذ الدراسات العسكرية بهلول نسيم. كانت الخطة تقضي بأنه يعمل عملية تمويه من خلال الملابس العسكرية. على هامش ما جرى في هذا التوقيت، الخطة هنجيب السادات، هنجيب ناس ندربها، بدأوا يشتروا سلاح. هنا الأمن بدأ يتيقظ ويفطن إلى أن هناك عملية شراء سلاح وتخزين سلاح. بدأ الأمن يتابع هؤلاء المشترين ويراقبهم ويتابعهم حتى وصل قوات الأمن إلى المحرك الأساسي لهؤلاء عبود الزمر من خلال بيت عبود الزمر، وعثروا في بيته على تقارير متابعة لتحركات الرئيس السادات وعدد من كبار الوزراء. هنا علم عبود الزمر أن أمره قد انكشف. يعني هو قعد مع المجموعة عمر عبد الرحمن وأبو إسماعيل، وبعدين قعد مع المنفذين والمخططين الأساسيين محمد عبد السلام فرج وكرم زهدي، ثم بعد ذلك عينوه زعيم الجناح العسكري، ثم بدأ يخطط، بدأ يشتري سلاح، وهو بيشتري سلاح الدولة والأمن تابعوه حتى وصلوا إلى إنه هو المخطط وعنده تقارير وعنده متابعات. هنا علم عبود أنه انكشف أمره، فهرب إلى إحدى الشقق في شارع المدينة المنارة بالهرم، وظل هاربا والمخطط ماشي والمجموعة السرية ماشية وشراء السلاح ماشي، لكن الدولة قبرت على الكثيرين. ظل هاربا الرئيس السادات في سبتمبر 21 1981 كان بيخطب خطاب شهير وقال فيه: الولد الهارب اللي سمعني دلوقتي انا مش هرحمه. فاكرين الخطاب ده وفاكرين كلمة الرئيس السادات؟ الولد الهارب على عبود الزمر اللي سمعني دلوقتي انا مش هرحمه. الرئيس السادات كان على ثقة انه الامور محبكة ومحكومة،
لكن بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. دي واحدة. اتنين، أقدار الله كانت يعني لها تصاريف ولها تدابير لا يعلمها إلا هو. عبود قال إن أحد أعضاء الحراسة بتوع السادات موجود في القناطر الخيرية، وتابعنا تبع جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وتبع هذا التنظيم، لكن مش هنكلفه باغتيال الرئيس السادات. ليه يا عم عبود؟ لأنه احنا لا نستهدف فقط الرئيس السادات، وإنما نستهدف كبار رجال الدولة حتى يحدث فراغا دستوريا والثورة تعم البلاد ونقوم بالخطة وبتنفيذها في المحافظات المصرية. يعني بيقول جاتني الفرصة إني أستخدم واحد تابع لنا في القناطر، لكننا رفضنا وقلنا لا، ننتظر حتى نقضي على رؤوس الكفر من وجهة نظرهم بشكل كامل. كان الخطة مدبر لها إنه يتم اغتيال السادات سنة 84، لكن ربما قرارات التحفظ اللي حصلت في سبتمبر والاعتقالات عجلت بالأمر. شعر أعضاء الجماعة إنه هو إما مقتولين إما قاتلين، فكان قرارهم ووقع الاختيار على الملازم أول خالد الإسلامبولي. خالد كان في العرض، مشارك في العرض، كلكم عارفين العرض العسكري اللي كان موجود يوم 6 أكتوبر. اجتمع قيادات الجماعة بالصعيد محمد عبد السلام فرج القائد عشان يناقشوه في الأمر. عبور الزمر وعصام ضربالة اعترضوا على اغتيال السادات. مش اعترضوا يعني معاذ الله ان هم حرام، لا، قالوا الوقت لم يحن بعد، لسه شوية عشان لسه قوتنا مش كاملة، كده هنخش ب10% من قوتنا، فبالتالي ننتظر 84 ونجهز على الرجل. خالد اسطنبول قال لهم اني فاعل بكم او بدونكم، انا فاعل فاعل، قاتل قاتل، خلص ده. مين ده خالد اسطنبول نفسه اللي قال هذا الكلام؟ قتل الرئيس السادات واغتيل الرئيس السادات بفتوى رسمية من الجماعة الإسلامية اللي بيرأسها محمد عبد السلام فرج، عضو فيها كرم زهدي، عبود الزمر كان قائد الجناح العسكري، وخالد الإسطنبولي اللي كان هيقوم بالعملية. نستمع إلى هذا الفيديو. فتوى مجموعة من العلماء، بعض العلماء في ذاك الوقت أفتوا بأن هو يجوز قتله، ده على الأقل، والإطاحة به، يعني تغيير الوجه النظام ده خالص في ذاك الوقت. في بعض العلماء، مجموعة من العلماء أفتوا بهذا، وانتهى الامر عند حد ان احنا بدانا في اجراءات التنفيذ بناء على هذه الفتيه في ذلك الوقت، ان يلاق بعض الدماء من اجل اقامه الدين، هذا واجب شرعا، ان يسفك بعض الدماء من اجل اقامه الدين. كلام لم يعرفه الدين الاسلامي. لنا اسلامنا ولهم اسلامهم، لنا ديننا ولهم دينهم. حق من يتابع ومن يقرأ الصورة من أعلى نقطة يكتشف أن هؤلاء ربما أخطر على الدين من أصنام الكفر في قريش. هؤلاء أخطر على الدولة الإسلامية أو الإسلام أو الدين الإسلامي من حتى أعداء الدين. لا يوجد أعداء للدين إلا هؤلاء في تقديري، لا يوجد أعداء للدين إلا هؤلاء الذين خرجوا من تحت عباءة الدين، يحفظون كتاب الله، يرددون آيات الله، يتحدثون باسم رسول الله، ورسول الله منهم بريء. جلسوا معا واتفقوا على انه خلاص أزفت الآزفة، وخالد اسطنبول قال لهم اني فاعل، عبور الزمر كان معترض هو عصام ضربالة، لكن مع الجماعة في الآخر محمد عبد السلام فرج قال له خلاص هننفذ. عبور الزمر كانت شغلته طلب ان هو يقوم باستخدام السلاح والذخيره، وفعلا هو اللي جاب اعد الذخيره، زمر الذخيره والسلاح والرصاص الخارق للدروع، وسلمها لمحمد لخالد الاسطنبولي. الخطه كانت بتقضي بالاتي: اغتيال السادات وكبار رجال الدوله على المنصه، اكبر عدد منهم كلهم يحلس فراغ، يتم احتلال مبنى الاذاعه والتلفزيون، يصعد عبود إلى المبنى، يلقي بيانا للشعب بالملابس العسكرية، وتبدأ تحركات التنظيم في الأقاليم بالسيطرة على مباني المحافظات والمديريات الأمن، ويتم الإعلان أنه محافظة كذا انضمت، محافظة كذا انضمت، وبالبيان الذي يصدره عبود الزمر من مبنى التلفزيون
يبقى ده شبه بيان عسكري او انقلاب عسكري او انقلاب مدني او دي كانت الخطه. مبنى التلفزيون هو الاساس وبيان عبود الزمر. لكن راس الدوله وقع، لكن الدوله لا تقع ولن تقع، الدوله اكبر من الجميع دائما. لمن لا يعلم وقلنا مرارا بانه لن تهزم جماعه دوله، خاصه دوله بحجم مصر بمؤسسات الدولة المصرية، حتى لو كان هناك فراغا رئاسيا أو سياسيا أو دستوريا أو حكوميا، الدولة باقية لأنها دولة صنعت فكرة الدولة من الأساس. عموما تم هروب كل هؤلاء، وفكرة أن المحافظات تم احتلالها فشلت في أسيوط بمجموعة الجهاد الكبرى اللي كان فيها عاصم عبد الماجد ومحمد عبد السلام فرج وغيره، حاولوا ونجح إبراهيم وكرم زهدي حاولوا ان هم يسيطروا على اسيوط في طبقا للخطه، لكنها فشلت واجهزه الامن قبضت عليهم وانتهى الامر في مهده، والناس الشعب لم يستجب ولم يتفاعل ولفظ هؤلاء وكره هؤلاء، ففشلت الخطه وهرب عبود وطارق في احدى الشقق المفروشه. تم القبض عليهم في شقه في شارع فاطمه رشدي بالجيزه. عبود الزمر كان دايما التقى مع ايمن الظواهري اكثر من مره ونبيل المغربي، وكشف كلاهما على انه طريقهم واحد، هدفهم واحد، مبادئهم واحده. علشان الناس الفيديو اللي كان بيقوله عبود دلوقتي كان في احدى القنوات اللي كانت في 2011 يمكن ولا 12 ولا 13، وانا ما زلت عند رايي ويغضب من يغضب، انه الاعلام في هذا التوقيت قد ارتكب جرائم لا تسقط بالتقادم. هذه الجرائم هي استضافة هؤلاء القتلة الدمويين وتقديمهم للناس على أنهم أبطال. استضافة هؤلاء وتقديمهم للناس ليبرروا جرائمهم لم يكن عملا إعلاميا قط، وإنما كان عملا في تقديري مخطط ومرتب ومدبر للإيقاع بهذه الدولة ومحاولة تدوير الزوايا مع الجماعات الإرهابية والإسلامية هنا وفي الخارج. لم يكن أبدا من الملائم ولم يكن أبدا من المهنية أن يخرج عبود الزمر يحاكي الناس ويحكي للناس ويتحاكى بهذه الخيلاء عما جرى منه. لم يكن أبدا من الإعلام أن يخرج ما عاصم عبد الماجد ليحدثهم أو طارق الزمر ليحدثهم أو هؤلاء أو هؤلاء، لم يكن إعلاما. لقد ارتكب الإعلام خطيئة لا تغتفر في تقديري في حق هذه الدولة وحق هذه الأجيال. الرئيس مبارك كان في حديثه لإحدى الصحف الأمريكية وهي نيويورك تايمز، سألوه على عبود الزمر، قال لهم ده ولد معقد، ضابط معقد عنده عقدة نفسية، تزوج فلم ينجب، فطلق زوجته أو طلقته زوجته، فأصابته عقد جديدة، فتزوج من أخرى فلم ينجب، فأصابته عقد جديدة. هكذا تحدث الرئيس مبارك لنيويورك تايمز متحدثا عندما سئل عن سر كراهية عبود الزمر للدولة والجيش والشعب المصري وقياداته، فأجاب بهذه الإجابة. في كتابه الإرهاب المتأسلم، الدكتور رفعت السعيد كان رجل رصين وباحث ألمعي، اتكلم عن شهادة اللواء فؤاد علام، ربنا يديله الصحة والعافية. اتكلم عن الرجل البارز عبود الزمر ورفاقه، في قال ان هو عبود الزمر او عزا، معلومه مهمه جدا جديده جدا، عبود الزمر خطط عشان يسيطر على التلفزيون ايه لبعض رفاقه زمايله يعني، بان يخدروا جنود كتيبه حراسات السادات خلال وجوده داخل العرض العسكري. كتيبه الحراسات بتاعت الرئيس بتاع الحرس الجمهوري، عبود قال لهم عايزين نخدرهم. خطه كيف يتم تخدير كتيبه حراسه الرئيس اثناء العرض؟ الخطه انه يخدرهم، اتنين ياخد اسلحتهم علشان نروح نقتحم مبنى التلفزيون، دي كانت الخطه بتاعته، ويسرقوا اسلحتهم ويهاجموا بها المبنى مبنى التلفزيون. وبالفعل ادعى احدهم انه رزق بطفل ووزع المخدر، واحد منهم من رجالة عبود داخل المجموعة دي، قال لهم أنا ربنا كرمني وخلفت، فوزع عليهم جاتوه
قطع من الجاتوه محشوه بالمخدرات على كل العساكر. بيقول من حسن الحظ فؤاد علام بيقول ان كميه المخدر كانت كبيره مما جعل طعم الجاتوه مر فلم ياكله احد، وبالتالي لم يتمكنوا من تنفيذ الخطه. ويضيف اللواء علام القدر وحده هو الذي انقذ مصر من اغتيال السادات، فلو نفذت خطه الجاتوه لكان من الصعب وقف عمليات التخريب والوصول الى التلفزيون. ده فكر الناس دي. عبود وافكاره لم تموت. تعالوا نستمع لعبود الزمر. ولكن القرار بيتخذ عن طريق مجلس الشورى، فاغلبيه مجلس الشورى يا جماعه راى هذا، مجموعه كبيره رات هذا القرار، بدات تتحرك وفق اليه متفق عليها كاحتراما لهذه الكلمه. رحت بقى بدات اقول لهم انتوا غلطوا ايه؟ رحت انا مجهز، كان عندي شويه ذخيره حارق، رحت مجهزها ومحضرها، وهي دي اللي كنت محضرها عشان لو لبس الدرع يخترقوا الدرع اللي موجود، وارسلتها لخالد سمولي عن طريق الزمر، خدنا احنا الاثنين فيها حكم اللي هو الحكم الخدام مؤبد. بيفخر بنفسه وبما جرى. دخل السجن، قعد في السجن 30 سنه تقريبا، 30 سنه في السجون، في سبع سجون متنقل من سجن حربي لسجن مدني لوادي النطرون لغيره، قعد 30 سنه. سبع سنين يمكن، سبع سنوات اكثر من الحكم، لكنه خرج في حكم ايام مرسي بعفو، اعتقد بعفو شامل. وانا بسال هل من العدالة أنه من خطط لقتل السادات ووصل به الأمر أنه هو اللي سلح يخرج الآن ويتحدث وينظر ويتم استضافته في وسائل الإعلام؟ ده مين؟ ده بعد الإفراج عنه هو وطارق اللي غواه، وهما الاثنين رافعين علامات النصر. هل هذا يليق بقتله؟ هل هؤلاء القتلة هل يليق بهم هذا؟ في السجن عبود اتخانقوا كلهم، كل جماعات التكفير مع بعض على ولاية عمر عبد الرحمن، عزلوه، قالوا هو عبود قال لهم لا ولاية لضرير، ده ما بيشوفش، ده أعمى. عبود قال على عمر عبد الرحمن أو المجموعة اللي معاه، مجموعة الجهاد والتكفير والهجرة وغيره، قالوا إن عمر عبد الرحمن لم يعد أميرا لأنه لا ولاية لضرير بره. راح رد عليهم عمر عبد الرحمن قال لهم، وهم نصبوا عبود الزمر، رد عليهم عمر عبد الرحمن من بره قال لهم إذن ولا ولاية لأسير. وكانت موجود هذه المصطلحات لا ولاية لضرير، ردوا عليها قال لهم لا ولاية لأسير. حتى داخل السجون كان الصراع على السلطة. الرئيس محمد نجيب قال عن الإخوان، فماذا قال؟ طلب الإخوان تعيين أحد الضباط المنتمين للجماعة قائدا عاما للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة سرية استشارية يشترك فيها بعض العسكريين الموالين له، وعرض مساو من الإخوان بحيث يتم عرض القوانين على هذه اللجنة قبل إقرارها، كما تعرض على هذه اللجنة سياسة الدولة العامة وأسماء المرشحين للمناصب الكبرى. كان الإخوان يريدون بذلك السيطرة الخفية على الحكم دون أن يتحملوا المسؤولية. الرئيس محمد نجيب. عماد، عبود الزمر ما زال حياً أيضاً. هو هنا في هذه اللوحة هو حي. حي يرزق، يمارس عروض أو كما يفكر عروض الأزياء الإرهابية. فكرة رائعة. في هذا الديفيلي. ما زال لسه بيحمل نفس الافكار. رائع وفرحان ليس بالضروره ليس بالضروره ان ينفذ، ولكن هو نفس الافكار، وهذا ما جاء في سلمت يداك يا عماد. سلمت يداك يا عماد.